بعد مرور عامين على تفشي جائحة كوفيد-19 تواجه المنطقة العربية تحديات جسيمة على مسار التنمية المستدامة، فالجائحة تفاقم الحواجز الهيكلية التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها انتشار الصراعات وقصور الحوكمة وعدم استدامة الاقتصادات وركودها وضعف الالتزام بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وهشاشة النظم التعليمية وعدم اتساق السياسات لا سيما تلك المتعلقة بتعميم البعد البيئي للتنمية المستدامة. ومما يزيد الأمور سوءاً عدم توفر البيانات والإحصاءات والمؤشرات اللازمة لقياس التقدم أو المساءلة بشأن القصور. والسؤال الآن هو كيف يمكن لأصحاب المصلحة المتعددين العمل معاً للتغلب على الحواجز الراسخة؟ وكيف يمكن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أن يخدم شعوب هذه المنطقة؟ التعليم كان السبب الرئيسي اللي خلى عائلتي دور على مكان تاني وقت اجينا على لبنان قبل 10 سنين. طبعا كأي طالب سوري كان في مشاكل كتير بالبداية، مثلا اختلاف المناهج، اختلاف لغة التدريس، أقساط المدرسة، تأمين الكتب بالإضافة للأوراق الثبوتية لحتى نقدر نكون طلاب مسجلين بالمدرسة. كان في دور فاعل للأمم المتحدة لنتخطى هيدي الظروف. بوقتها من عام 2015 تم تأمين أقساط المدرسة الرسمية لكل الطلاب المسجلين بالمفوضية، كمان تم تأمين الكتب لألهم بالإضافة لتأمين إقامات لتسجيلهم بالمدرسة بشكل قانوني. أصعب المشاكل اللي مرقت فيها خلال فترة تعليمي بالجامعة هي لما بأول سنة بلشنا بجائحة كورونا، وطبعا انتقلنا للتعليم عن بعد، ما فيها كهرباء وما فيها انترنت جيد للدراسة والتعليم عن بعد. لهيك كنا مضطرين أنا وغير كتير من الطلاب أنه نفتش عن حلول لهيدي الأشياء. للأسف المشهد بالمنطقة العربية مشجع ومخيب أحياناً. مشجع لأنه في جهود على المستوى الوطني عم تقوم فيها الدول العربية من خلال تدخلات مختلفة، وبرز هالشي خلال السنتين الأخيرتين مع أنه الوضع كان صعب بسبب جائحة كورونا، بسبب الأزمات الاقتصادية ببعض الدول منها لبنان. برغم من هيدي الجهود التحديات بعد كتير كبيرة، في تحديات العلاقة بضعف مشاركة النساء بالعملية السياسية، يعني على مستوى كل العالم نحن من أدنى المستويات إن كان اقتصادياً أو سياسياً، بس بالمقابل النساء بيتعرضوا للعنف، نحن من أعلى نسب بالعالم، ففي مفارقتين كتير 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 كبار. اليوم المنطقة أجندة التنمية بتشكل خارطة الطريق، التزامات دول المنطقة باتفاقيات ومعايير حقوق النساء الدولية بتشكل خارطة الطريق. هلأ شو بيتطلب هيدا الشيء؟ بيتطلب إرادة سياسية بالدرجة الأولى، بيتطلب بناء قدرات بالدرجة الثانية، بيتطلب تعديل بمنظومة القيم الثقافية بدول المنطقة، بس أهم من هيدا كله بيتطلب إزالة الحواجز المش مرئية أمام النساء، وهون بنحكي على الثقافة وعلى البنى الثقافية، وبيتطلب شغل مع النساء وتحديداً النساء الأكثر هشاشة. يواجه سكان السواحل وخاصة النساء تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد، لأنهم يعيشون في مناطق نائية، ولأنهم يعيشون فقط من دخل الصيد والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع. يجب على كل الفاعلين وخاصة الحكومات تعزيز مشاركة الفاعلين في مجال الصيد الأسماك وخاصة النساء في الإدارة المستدامة لموارد الصيد والأسماك. يجب أيضا تعزيز قدرات ساكنة السواحل في الجوانب المتعلقة بالقدرة على الصمود في وجه الصدمات والتحديات من حدة الكوارث إلى آخر ذلك. تحسين وتنويع مصادر الدخل من أجل التمكين المالي والتقني. نحن الآن في المملكة العربية السعودية في طور
عاصفة رملية شادة لم تكن في الحسبان. عادة ما كنا نمر في هذه العواصف مرة أو مرتين في السنة، ولكن على 30 سنة السابقة رأينا حصول وتكرار حصول هذه العواصف بشكل أكثر وأكثر، وذلك سببه الرئيسي عوامل بيئية طبيعية وعوامل إنسانية من ضمن الحدود، ولكن في الأغلب خارج حدود المملكة العربية السعودية. وإيمانا منها بضرورة مكافحة هذه الأمور بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالتغير المناخي، قامت المملكة بمبادرة الشرق الأوسط الخضراء. هذه المبادرة الطموحة تتطلع لزراعة فوق 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط لمكافحة التصحر والقيام بإعادة إحياء مناطق وغابات تم اندثارها، وكذلك إيمانا من المملكة بضرورة فعالية دور المنطقة لمكافحة التغير المناخي. لما جاءت جائحة كورونا كل القطاع الخاص، يعني ما أكيد ما إحنا برانا، كنا يعني طوالي أوتوماتيكلي عايزين نساعد وعايزين يكون عندنا دور. فواحدة من الحاجات اللي إحنا فكرنا فيها من نفسنا يعني إنه أكتر فئة حتتضرر من الحاجة دي وهي الفئات بتاعت السيدات بتاعت بائعي الأطعمة والشاي في ولاية الخرطوم وفي الولايات الثانية يعني. فهم ناس معتمدين على مصدر الرزق حقهم يوم بيوم. فبدينا معاه مبادرة بسيطة جداً اللي هي إنه هم ننشر الوعي بيناتهم بالنسبة لجائحة كورونا. بعد ذاك دخل معانا برضو، حاولنا نحس شركات بتاع قطاع خاص تاني بإنها هي تدخل معانا في الحاجة دي، لكن أنا أفتكر يعني هي كان عندها وقع وإمباكت كويس، لكن كان ممكن يكون أحسن من كده. أنا من رأيي إنه القطاع الخاص حتى في مشروع التنمية ده مفروض يفكر بطريقة بتاعت يعني مشاركة وكوبريشن أكثر من طريقة تنافسية يعني. الفرص متاحة والتعاون الإقليمي قادر على تغيير قواعد اللعبة، والتضامن المجتمعي على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية أساسي، والاستثمار في شعوب المنطقة هو السبيل للتعافي بشكل أفضل. فالأشخاص المحميون والمتعلمون والممكنون هم الأقدر على بناء منطقة عربية أكثر قوة وأشد منعا. فلنعمل معا على هذا المسار.